حضر يوم الخميس قرابة 20 شخصا من ذوي الضحايا الفرنسيين إلى محكمة سلة، من بينهم جاك وغوما سومبري وهما والد وشقيق موت سومبري، 39 عاما وأم لطفلين سقطت ضحية الهجوم. أنتظر من العدالة المغربية التي أثق فيها أن تتم إدانتهم على جرائمهم، هم وحوش. العائلات الثمانية للضحايا الفرنسيين شكلوا أنفسهم مدعين مدنيين. بالنسبة لبعضهم هي المرة الأولى التي يواجهون فيها عادل عثماني المتهم الرئيسي، لكنه سحب الاعترافات التي كان قد أدلى بها خلال جلسات الاستماع ونفي ضلوعه بالهجوم. هناك أدلة مادية، أدلة في منزله وهو يشرح بالضبط كيف صنع القنبلة وأين عثر على المعلومات على شبكة الإنترنت، واليوم يتراجع لأنه أكيد يخاف من قضاء بقية حياته في السجن، ولكن ليس هناك أي شك. إنه قاتل والقتل ينتهي بهم الأمر في السجن، سأحضر كل جلسة، أريد سماع الحكم لأنني لا أريد أن يظل موت ابنتي دون عقاب. ويقف في قفص الاتهام بجانب عادل عثمان 8 متهمين آخرين، وبدورهم حضرت أسرهم لدعمهم وطالبين ببراءتهم، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 29 سبتمبر.